ولن تقام لنا قائمة. وأنا أرجو باختصار من كافة الأخوة والأخوات أبناء مصر والأمة العربية الإسلامية عامة أن يرجعوا إلى تفسير النبي، أقول تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للآية الأخيرة من سورة محمد، يقول فيها مولى تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غير، انتبهوا يا عرب، انتبهوا يا أبناء الجزيرة العربية، انتبهوا يا مصريين بالذات، انتبهوا لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاها وكان الصحابة من حوله فسألوه: يا رسول الله، من هؤلاء القوم الذين إذا تولينا وتقاعسنا عن نصرة ديننا استبدلنا الله تبارك وتعالى بهم؟ النبي فسرها، وده رواية البخاري وقرأ ابن كثير والقرطبي وجميع تفسير أهل السنة والجماعة، ارجع إليها الآن. كان عندك تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي في بيتك، شوف تفسير النبي لهذه الآية يا أستاذ خيري. كان بجواره سلمان الفارسي فوضع يده على رأسه ثم قال: هذا وقومه، هذا القوم، وإن لو كان الإيمان بالثريا لما له رجال من فارس.